بدقة وموضوعية ننقل لك ما يدور فيه. لأن أهل ليبيا أدرى بأخبارها. 218 أصل الحدث. اهلا بكم الى نشره الاخبار من 218 والبدايه بابرز العناوين. رئاسي الوفاق الحرس الوطني خارج عن القانون. لاستامبا الايطاليه تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر. الجزائر تشدد المراقبه على حدودها مع ليبيا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في بيان شديد اللهجه اعلن الرئاسي الوفاق ان ما يسمى بجهاز الحرس الوطني والمجموعات الداعمه له هي تشكيلات خارجه عن القانون ولا تتمتع باي شرعيه بيان رئاسي اكد انه لن يسمح بخلق اي اجسام موازيه في طرابلس تقوم بارهاب السكان والامنين وفرض اجندات سياسيه بقوه السلاح وشدد الرئاسي ان حمايه العاصمه واهلها هي اولويه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيقها الرئاسي جدد في بيانه ان الحوار ونبذ العنف وتصعيد وهو السبيل الاوحد للخروج من الازمه معلنا انفتاحه للتعامل مع جميع الاطياف دون تمييز محذرا في ذات الوقت انه لن يقف موقف المتفرج ازاء كل من تسول له نفسه العبث بمصير ومستقبل الليبيين الى ذلك قالت صحيفه لاسطمبا الايطاليه ان الاوضاع في طرابلس تنذر بالانفجار في ظل تزايد غضب الشارع لغياب الامن وضعف نفوذ المجلس الرئاسي وغياب اي موقف للامم المتحده. الصحيفه وفي افتتاحيتها اليوم قالت ان 38 مجموعه مسلحه هي من تتحكم في الاوضاع في العاصمه يدين بعضها بالولاء للمجلس الرئاسي بينما تتبع مجموعات اخرى لحكومه خليفه الغويل التي عادت للعمل من جديد وسط تقلب ولاء بعض المجموعات مما ساهم في زياده النقمه الشعبيه وحاله الغليان في الشارع واضافت الصحيفه ان رئيس المجلس الرئاسي فائز سراج في سباق مع زمن لبسط سيطرته على الارض حتى لا يدفعه الوضع الميداني لحزم حقائبه وركوب البحر ليغادر البلاد ليلة أخرى عاشتها سك... عاشها سكان العاصمة طرابلس وضواحيها وهم يكتمون أنفاسهم ويترقبون استمرار تدهور الأوضاع الأمنية جراء تغول العديد من المجموعات المسلحة تحت مسمى جديد منطقتا صلاح الدين والهضبة هما الأكثر تأثرا بالأحداث التي بدأت منذ ليل الخميس الماضي وما زالت في تصاعد لا سيما في ساعات في ساعات المساء من كل يوم حيث عكفت هذه المجموعات على إغلاق الطرقات وإقامة بوابات الاستيقاف ناهيك عن دوريات إطلاق نار إطلاق النار عفوا والقذائف الذي بدد الأمن وروع المواطنين الذين طالتهم شظايا الموت وهم في منازلهم فيما اقتصر دور المجلس الرئاسي على اصدار بيان خجول ادان فيه ما يحدث دون اتخاذه لاي اجراءات او اجراءات رادعه على الارض أعلنت الجزائر رفع درجة التأهب القصوى في العديد من المناطق الحدودية تحسباً لأي طارئ قد تعرفه هذه المناطق لمنع تسلل الجماعات الإرهابية إليها في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة وعودة المئات من الدواعش إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى تحذيرات من ضرب منشئات نفطية جزائرية. ووفقا لصحيفه المحور الجزائريه فان اجراءات خاصه قد اتخذت من قبل قوات الجيش بعد تسجيل تحركات للمجموعات الارهابيه الناشطه في ليبيا والجنوب الغربي التونسي مما شكل مخاوف من تقدم عناصر داعش الفارين من ليبيا لاستهداف الصناعه النفطيه الجزائريه ونقلت الصحيفه عن مصادر امنيه جزائريه ان داعش خطط مرات عده لتنفيذ هجمات ارهابيه بواسطه انتحاريين واختطاف اجانب يعملون في حقول النفط والغاز بالجنوب الجزائري الا ان المشكله التي اعترضت التنظيم الارهابي تتعلق بعدم توفر الامكانيات لمواجهه القوه التي وضعها الجيش الجزائري في محيط حقول النفط والغاز من قوات بريه وجويه ومروحيات هجوميه بالاضافه للضربات الاستباقيه التي وجهها الجيش للجماعات السريه بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري دانا رور باخر عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها الأزمة الليبية أكد شكري خلال اللقاء على تعزيز آلية التعاون والتنسيق بشأن التحديات المختلفة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشدد الوزير على أن الدعم الأمريكي للمنطقة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة مطلوب تعزيزه خلال المرحله المقبله لدعم مواجهه الارهاب شارك وفد من مجلس النواب باجتماعات خمسة زايد خمسة للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط برعاية مجلس المستشارين بمجلس النواب المغربي الاجتماع تمحور حول مكافحة الإرهاب العنيف والهجرة غير الشرعية في وسط البحر المتوسط اللقاء يأتي بناء على توصيات اللقاء الذي عقدته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر لعام 2016 في روما حول موضوع حوار الحضارات ومكافحه التطرف العنيف والذي حاول خلاله المشاركون تدارس واحاطه الموضوع من مختلف الجوانب السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه وكذا تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال يزور وفد من المجلس الاستشاري برئاسة النائب رئيس المجلس محمد معزب القاهرة نهاية الأسبوع الجاري في إطار التشاور المستمر لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الزياره التي لم يعلن عن جدول اعمالها قال عنها مصدر مصري انها تاتي في اطار الجهود المصريه الراميه لمعالجه نقاط الخلاف بين الفرقاء الليبيين واشراك جميع الاطراف للتوصل الى حلول تمكنهم من وضع الاتفاق السياسي محل التنفيذ وتخرجهم من حاله الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد عقب ذلك أعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة أعاقت تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا أثار ذلك غضب فلسطين التي أدانت ما وصفته بأنه تمييز صارخ لإعاقة واشنطن تعيين فياض واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية التحرك الأمريكي ضد تعيين فياض بأنه غير مقبول وبدورها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن إعاقة تعيين فياض هو حالة من التمييز الصارخ على أساس الهوية الوطنية، ورفض سلام فياض التعقيب على القرار الأمريكي، وذكر مكتبه في رام الله في رام الله أن فياض لا يريد الإدلاء بأي تصريح، وياتي الموقف الأمريكي ضد تعيين مسؤول فلسطيني مبعوثا للأمم المتحدة قبل أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الاسرائيل الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن. وبعد ساعات من تصريحات للرئيس الامريكي قال فيها ان التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه لا يخدم السلام في رد على الجذر الذي اثير حول ترشيح سلام فياض خلفا للالماني مارتن كوبلر في البعثه الامميه لليبيا قال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحده ستيفان دوغريك بان قرار تعيين فياض استند على الكفاءه والمؤهلات ولفت دوغريك الى ان موظفي الامم المتحده يخدمون بصفتهم الشخصيه ولا يمثلون دولا ولا حكومات، مضيفا انه يلاحظ عدم وجود شخصيات فلسطينيه ولا اسرائيليه خدمت في مناصب رفيعه في الامم المتحده، ولا بد لهذا الوضع ان يتغير ودائما على اساس الجداره والكفاءه للمرشحين لتولي مناصب محدده. دوغريك أكد التزام الأمين العام بوعده القاضي بتوظيف شخصيات مؤهلة مع احترام التنوع الإقليمي طالب المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني العقيد أحمد المسماري المواطنين في مدينة هون الابتعاد عن الأماكن التي تتواجد بها الجماعات الإرهابية في فندق الواحات خاصة وفي منطقة الجفرة عامة المسماري أضاف أن قوات الجيش دمرت أرتالاً تنوي الوصول إلى منطقة هلال النفطي وأرتالاً أخرى حاولت الدخول إلى مدينة جدابيا. الآن هناك أرتال تدمر، أرتال تحاول الوصول إلى منطقة الهلال النفطي، أرتال أخرى تحاول الوصول إلى مدينة جدابيا من ثم إلى مدينة بنغازي، هناك محاولات للعدو ولكن هاكم الأتي. على أهل هون وفندق الوحات إخلاء فورا من غرفة العمليات ومن الأسلحة والذخائر الموجودة فيه لديكم ساعات قليلة جدا لإخلاء وإخراج النزلاء وإخراج العاملين فيه لأن هذا الفندق تحول إلى غرفة عمليات ووكر من أوكان الإرهاب وبالتالي سيدك نحن في السابق لم نضرب أي هدف خارج قاعدة الجفرة أو خارج الكتائب الإرهابية أو تمركزات الكتاب الإرهابية ولكن الآن سيضرب أي هدف سواء مخزن ذخيرة أو غرفة عمليات وحدات على الأرض في كل منطقة الجفرة وبالتالي نحذر المواطنين عليهم الابتعاد عن أماكن الإرهابيين عن أماكن تواجدهم عليهم إبعاد الإرهابيين عن الأهداف الحيوية في المدينة مثل مصنع التمور مثل فندق الوحات وغيرها من المزارع التي على أطراف منطقة الجفرة نحن نحارب في تنظيم القاعدة بكامل قوته تنظيم القاعدة بقادته ودوله الخارجية ودعمه الخارجي تمكنت الاجهزه الامنيه التونسيه من ضبط خليه ارهابيه تستقطب المقاتلين وتعمل على تسفيرهم الى سوريا عبر ليبيا. وكشفت وزاره الداخليه التونسيه السابق ان عدد افراد الخليه سته ارهابيين واعمارهم تتراوح بين 19 و51 عاما وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتواصل مع عناصر ارهابيه متواجده بليبيا. كما اعترفوا ايضا بالولاء لتنظيم داعش الارهابي وبالقيام بتدريبات قتاليه في اماكن نائيه بمنطقه بقالطه بعيدا عن المراقبه الامنيه وقالوا انهم كانوا ينوون التوجه الي مالي وليبيا اجتماع أعضاء مجلس النواب عن مدن الجنوب بمؤسسات المجتمع المدني والمجالس البلدية لتتناقش حول الواقع والمأمول مكان صغير وحضور كبير تمثل في أعضاء مجلس النواب عن الدائرة السابعة أوباري وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى أعضاء مجلس بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه وذلك لمناقشه وبحث الوضع الراهن المتردي في البلاد وايجاد حلول لمعالجتها. تم تناول العديد من النقاط المهمه والمشاكل الانيه اللي يعانيها المواطن في هذه المنطقه وحقيقه حقيقه كان نقاش بناء وكان نقاش جيد حقيقه وكان اعضاء النواب كان صدهم رحبه واستوعبوا وفعلا اثنوا على كل المشاكل اللي يعانيها المواطن في المنطقه من القضايا التي تمت مناقشتها تخص بالدرجه الاولى النقص الحاد في السيوله النقديه لفترات طويله والنقص في الغاز والدقيق وانقطاع الكهرباء، اضافه الى المقترحات التي قوبلت بالاهمال والرفض من الحكومه. ان الوضع اصبح يتزايد خطوره خطوره كل يوم يعني المواطن اصبح يئن البنزينه ما فيش الضيق, الضيق ما فيش حقيقه حتى في الوضع الصحي الناس اصبحت تعاني يعني تعاني ويلات السفر للاسف الشديد يعني رقعه جغرافيه بهذا بهذا الشكل تصبح مهمشه فحقيقه يجب ان على شباب الجنوب وحكماء الجنوب واعيان الجنوب يجب ان تكون لنا الكلمه الفاصله في هذا الشان وبكل قوه انتهى الاجتماع صوت الجنوب الحزين يتمنى أن يجد آذانا صاغية لمعاناته من المسؤولين بأسرع وقت ممكن تم سبت تحميل أول ناقلة نفط للتصدير عبر ميناء غزة العائم لصالح المؤسسة الليبية للنفط بإشراف ومتابعة شركة مليتا وتاتي هذه العمليه بعد ان تم ضخ النفط الخام المعالج بالمنصه الرئيسيه رقم اربعه الى ميناء غزه حيث تم استقباله بنجاح وتمت عمليات موازنه الخزانات الرئيسيه واستمرت عمليات الضخ حتى وصلت للمستويات القابله للتصدير وبالفعل تم اليوم اول عمليه شحن للتصدير. نظمت مدرسة تراغن للتعليم الأساسي المهرجان الأول للسلام بتنظيم ومشاركة من هيئة التدريس وطلبة وطالبات المدرسة وبحضور عدد من مسؤولي التعليم والمؤسسات المدنية منادين بالسلام لليبيا واهلها احتشد طلبه وطالبات مدرسه راغل للتعليم الاساسي المشتركه ايدانا بانطلاق مهرجانهم الاول للسلام الرياضي الثقافي الاجتماعي خلال العام الدراسي 2016/2017. في هذه السنه نتمنى ان يعم السلام على ربوع ليبيا الحبيبه وان شاء الله ربي يهني البلاد والعباد وترجع ليبيا على ما كانت عليه في امن واستقرار حضور لعدد من الشخصيات التعليمية والمدنية ومشاركة فاعلة للطلبة والطالبات في مختلف نواحي ومناشط المهرجان بدءا من الرياضة إلى الثقافة وجوانب المعارض الفنية قمنا في هذا اليوم بتظاهرة رياضية شملت نشاط ثقافي نشاط اجتماعي معرض ونتمنى الاستفادة للطلبة من هذا البرنامج الرياضي والثقافي والاجتماعي بالنسبه لتسميتها باسم أه. مهرجان مهرجان الاول للسلام ليش سميتوه مهرجان الاول للسلام؟ نتمنى ليبيا كل السلام تميز في العطاء وروعة في المشاركة دلت على ابتهاج الطلبة والطالبات بالمهرجان وأعطت إيحاء بمدى الفائدة من مثل هذه الأنشطة والبرامج اليوم درنا احتفال صغير بما لعبنا فيه العاب ومنهن الجري والكرة القدم وعملنا اسئله واجوبه وطبعا حين المعلمين والمعلمات وبارك الله فيكم. هذه الممارسات تفيد العمليه التعليميه من ناحيه ابراز مواهب الطلبه من هذا من جانب من جانب ايضا هي مبعث لاستعاده النشاط والاقبال على المؤسسات التعليميه بكل روح وبكل معنوية عالية بالنسبة لأبناء الطلبة في ذات الوقت هي عامل مشجع حقيقة لإبراز المواهب أو ما قدمه السادة المعلمون في لأبناء الطلبة في هذه في هذه المدارس. الطلبة والطالبات هم نتمنى لهم يشاركوا في 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 الجري وفي الوتب في كل أي حاجة تخص المدرسة. وعلى خلفية المهرجان ولأننا ما زلنا في بداية العام كانت الأمنية كل عام وأنتم بخير بهذه السنة الجديدة وأتمنى أن يعم أمل الأمان بهذه السنة الجديدة وأن أسرتي ومعلماتي وزملائي بهذه السنة الجديدة وإن شاء الله سنة 2017 تكون سنة وخير وفرحة محمد السعيدي علي 218 راغن النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل كوريا الشمالية تختبر صاروخا بالستيا جديدا. رئاسي الوفاق الحرس الوطني خارج عن القانون. ستامبا الايطاليه تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر الجزائر تشدد المراقبه على حدودها مع ليبيا اهلا بكم مشاهدينا في الشأن الدولي نبدأ من ملف الأزمة السورية حيث أعلنت وزارة الخارجية كازاخستان أن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مدعوتان لجولة جديدة من محادثات السلام الرفيعة المستوى في الخامس عشر والسادس عشر من فبراير في أستانا وأشارت الوزارة إلى دعوة الحكومة السورية وممثلي المعارضة المسلحة السورية والموفد الدولي للامم المتحده ستيفان ديماسورا الى هذه المفاوضات التي ستناقش وقف اطلاق النار واجراءات احلال الاستقرار في مناطق معينه وغيرها من الخطوات العمليه التي يجب اتخاذها تمهيدا لمحادثات جنيف وعلى الارض اعلنت وزاره الدفاع الروسيه ان القوات الحكوميه السوريه تمكنت من السيطره على بلده تادف الاستراتيجيه جنوبي مدينه الباب في عمليه نفذت بدعم جوي روسي وقالت الوزاره في بيان صدر عنها بهذا الصدد قامت القوات الحكوميه خلال الاعمال القتاليه في منطقه بلده تادف بقتل 650 ارهابيا وتدمير دبابتين واربع مدرعات مشاه قتاليه و عشر عربه رباعيه الدفع وسبع قاذفات قنابل وست سيارات مفخخه. الى العراق حيث قالت مصادر عراقيه ان المنطقه الخضراء وسط العاصمه بغداد تعرضت للقصف وذلك بعد ساعات على مقتل سبعه اشخاص خلال تفريق مظاهره بساحه التحرير ونقلت فرانس بريس عن فرانس بريس عن مسؤول في شرطة قوله لسنا متأكدين بعد إذا ما كانت القذائف هاون أو صواريخ إلا أن العديد منها سقط على منطقة الخضراء مضيفا أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات يشار إلى أن المنطقة الخضراء تضم مقرات حكومية وبعثات أجنبية عاملة في العراق تلاحقت الاحداث في العراق وسقط القتلى والجرحى في مظاهرات بغداد لياتي بعدها مقتدى الصدر ويدعو انصاره لما وصفه بالانسحاب التكتيكي محملا رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤوليه استخدام القوه مهددا في الوقت ذاته بتحركات اقوى في المرة المقبلة. المشهد في محيط المنطقة الخضراء وصل الى درجة الغليان. بعدما تحولت التظاهرات الى مواجهات بين الشرطه العراقيه وانصار التيار الصدري الذين يطالبون بتغيير المفوضيه العليا للانتخابات واعضائها وتعديل قانون الانتخاب اضافه الى مطلب قديم جديد بالاصلاح ومكافحه الفساد وامام هذا التصعيد الخطير على الساحه السياسيه في العراق طلبت كتلة الاحرار في البرلمان العراقي التابعه للصدر بعقد جلسه طارئه لايقاف عمل مفوضيه الانتخابات واتخاذ الاجراءات اللازمه لتغيير افرادها تلبيه لمطالب المتظاهرين الشراره الاولى لهذا الغضب بدات منذ قرابه الشهرين اثر تحالف مثير للجدل بين رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وزعيم ائتلاف دوله القانون نور المالكي وهو ما يضمن ابقاء هيمنه ائتلاف الملك على الانتخابات المقبله كما يقول المعارضون. حاله من التخبط والفوضى تعكس ما يدور في الاروقه السياسيه من سير نحو المجهول لتبقى الكره في ملعب البرلمان لحل الازمه قبل تطورها باعتباره مصدر التشريع. وفي المغرب بعث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران رسائل يؤكد من خلالها تمسكه بموقفه من تشكيل الحكومة في ظل الأزمة التي تعيشها المشاورات بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية ودخل بنكران في مشاورات مطوله مع عدد من الاحزاب للمشاركه في الحكومه المرتقبه ومرت في مراحل انسداد عديده ابرزها اشتراط عزيز خنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار استبعاد حزب الاستقلال ثم تمسك التحالف الرباعي المكون من الاحزاب الاحرار والاتحاد الدستوري والحركه الشعبيه والاتحاد الاشتراكي بدخول الحكومه معا إلى الولايات المتحدة حيث استهدفت عمليات وكالات أمنية أماكن إقامة مهاجرين دون أوراق قانونية في عدة مدن أمريكية كبرى وقالت صحيفة لواشنطن صحيفة الواشنطن بوست إن عدد الموقفين بلغ المئات فيما أعلنت الوكالة المختصة أن غالبية الموقفين صدرت بحقهم احكاما مشدده كما تم توقيف اخرين ليست لديهم سوابق وكان رئيس الامريكي دونالد ترامب اعطى الاولويه في مرسومه الاخير لطرد من لا يملكون اوراق اقامه ولديهم سوابق عدليه او اخرين متهمين في اي قضايا أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي حيث أشارت التقارير بشأن التجربة إلى ردود أفعال قوية ضد بيونغ يانغ بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إنه دعا إلى اجتماع للأمن القومي ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار ربما لا يكون لصاروخ عابر للقارات مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أحيط علما بالتجربة مشاهدينا الكرام هذه جوله على درجات الحراره في بعض المدن الليبيه لم يتبقى سوى تذكير بابرز العناوين. رئاسي الوفاق الحرس الوطني خارج عن القانون. لا إيطالية تصف الوضع في طرابلس بالمتفجر. الجزائر تشدد المراقبه على حدودها مع ليبيا. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية النشرة مشاهدينا لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقع القناة الإلكتروني 218tv.net بالإضافة لمواكبة جديد الأخبار والعواجل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب كذلك صفحة القناة على تليجرام إلى اللقاء